عالم المعلومات، طريق المعرفة. المامبا السوداء أكتر التعابين رعباً في القارة السمراء، صاحبة مواصفات قاسية جداً خلتها تنضم لقائمة أكتر التعابين فتكاً على وجه الأرض. الزاحف المرعب تسبب في قتل عدد كبير من سكان القارة الإفريقية بسبب طبيعته الشرسة. المامبا الأفعى المرعبة هنتكلم عنها النهاردة في حلقة النهاردة، وهنعرف معلومات عنها وإزاي بتقدر تفتك بأي حيوان في زمن قياسي، فتابعونا. المامبا السوداء هي واحدة من التعابين الأكثر إثارة للخوف في إفريقيا بسبب سمها القوي وحجمها وهجماتها الشرسة. بتتواجد المامبا السوداء في إفريقيا وبتتوزع على نطاق واسع في كل من شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وأثيوبيا وأريتريا والصومال وكينيا وشرق أوغندا وتنزانيا وجنوب موزمبيق وملاوي وزامبيا وبوتسوانا وناتال في جنوب إفريقيا وأنغولا وناميبيا. وبتفضل المامبا السوداء المساحات المنخفضة والمفتوحة، وبتستمتع بالنوم في الأشجار المجوفة والشقوق الصخرية والجحور وتلال النمل الأبيض الفارغة. وتعتبر المامبا السوداء من الأفاعي غير الشجرية، فبتفضل التواجد على الأرض. والمامبا السوداء هي تعبان كبير الحجم، بيوصل طوله المترين ونص، يعني هي تاني أطول تعبان سام في العالم بعد الكوبرا الملكية. أما مواصفاتها الشكلية فهي لها رأس كبير وطويل ولون جلدها رمادي فضي، وفي بعض الأحيان بيكون بني. أما وزنها بيكون حوالي 1.6 كيلوغرام. والمامبا السوداء اكتسبت اسمها السوداء من فمها الأسود اللي بيعتبر مميز. بتستطيع انها ترفع براسها لفوق على ارتفاع 1 متر، وكمان بتقدر تحرك راسها بسرعة وهي مرفوعة لفوق. بتمتاز المامبا السوداء بانها سريعة وعصبية وفي نفس الوقت خجولة جدا، فهي مش بتبدأ بمهاجمة اي كائن حي، بس في حالة تعرضها للخطر او التهديد بتتحول من كائن خجول لكائن عدواني جدا. وتعتبر المامبا السوداء الأفعى الأسرع في العالم، بتتحرك بسرعة جدا بتوصل ل 12.5 ميل في الساعة، وهي كائن ليلي المعيشة، فبتختفي نهارا في الحفر والجحور اللي قامت بحفرها وبتخرج بالليل لتصطاد فرائسها. بتتغذى المامبا السوداء على الثدييات الصغيرة والطيور، وبتصطاد فرائسها عن طريق عضها وحقنها بالسم وبعد كده إفلتها، وتقوم بمتابعتها لحد ما تصاب بالشلل أو تموت فتاكلها. وغالبا مش بتحتاج المامبا وقت طويل لحد ما فريستها ما تموت، وأحيانا بتلتهم فرائسها دفعة واحدة لأنها بتمتلك فك مرن بيقدر يوسع لأربعة أضعاف حجمه. المامبا السوداء من أكتر التعابين فتكاً في العالم، لأن كمية السم الناتجة عن عضة واحدة ممكن تقتل من 20-40 رجل بالغ. وبيحتوي سم المامبا السوداء على مواد وإنزيمات هاضمة، فبيقدر يهضم الفريسة في الفم قبل ما توصل للمعدة. أما عن تكاثر المامبا السوداء فهي عادة بتتكاثر في فصل الربيع والصيف، فبتبدأ تتصارع الذكور فيما بينها عشان يحصلوا على إعجاب الإناث. وبعد عملية التزاوج تضع الأنثى البيض واللي بيتراوح عددهم من 6-25 بيضة، وبتهتم إنهم يكونوا في جحر دافي ورطب، وبتسيبها ومش بتشوفها تاني. وبعد 3 شهور بيفقد البيض وبيخرج الصغار للنور وهم معتمدين على نفسهم. بتعيش المامبا السوداء في البرية 11 عام على الأقل، وفي الأسر ممكن يوصل عمرها ل 20 عام. كان معاكم رشا رجب.